صباح الخير على كل اللي بيشوفونا النهارده في صباح الخير يا مصر. تعالوا نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدا جولتنا من القاهره. كوبري اكتوبر بيشهد كثافات مروريه بسيطه للسيارات امام القادم من الجيزه باتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات اخرى في الاتجاه العكسي. نفس الامر للمتجه من ميدان التحرير الى مدينه نصر ومحور النصر. كمان بتظهر بعض الكثافات المتحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا إلى الدائري. أما نفق الأزهر بيشهد ظهور تباطؤ في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس. كمان بتظهر بعض الكثافات المرورية المتحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا لغمرة والعباسية وبمطالة ومنازل كوبري أكتوبر وصولا لحد شارع أحمد سعيد. نستكمل جولتنا بشوارع الجيزة. في كثافات على طريق المحور للقادم من ميدان لبنان. أما المتجه إلى كوبري أكتوبر في كثافات مرورية نتيجة تحويلة من محور 26 يوليو لطريق 3 يوليو الجديد ثم العودة مرة أخرى إلى المحور. لو رحنا لمحور صفت فبيشهد كثافة مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة وشارع الهرم. بدأت تظهر بعض الكثافات المرورية نتيجة التحويلات. كمان ناخد بالنا من غلق الطريق الدائري للقادم من أكتوبر. لازم الاتجاه من نفق حازم حسن لمحور 26 يوليو أو محور رود الفرج كبديل للطريق. أما القادم من طريق الواحات فيفضل الطريق السياحي الجديد. لو روحنا بقى شوارع الإسماعيلية هنلاقي فيه سيولة مرورية كبيرة خاصة على الطريق الدائري حول مدينة الإسماعيلية وطريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل ما بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم. في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة اللي ما بتأثرش إطلاقاً على حركة الطريق. أما المتجه لبورسعيد في سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد ومن منطقة القناة إلى جنوب الصعيد. نكمل مع محافظة سوهاج اللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج وإلى الطريق عندها بيشهد كثافات مرورية. هنمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية. في برضه هناك سيولة مرورية. في بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة. في أيضا كثافة نسبية. في كثافة نسبية على طريق مستشفى جامعة سوهاج. كمان في بعض الكثافات المرورية البسيطة اللي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. انتهت جولتنا المرورية وهنرجع تاني لمنة وشاذلي لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.